الآن نختتم صباح الشروق اليوم، ودائما هو الصباح نبض صباحي وأبواب مفتوحة على كل المساحات السودانية وكل الولايات السودانية. ننقل حكاية الصباح اللي بتمنى دائما تكون خير للجميع. تحية لكم جميعا، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. نجدد التحايا ونقول لكم بمناسبة المولد النبوي كل عام وأنتم جميعا بألف خير. حتى نلتقي في الصباحات قادمة، هذه تحياتي وفريق العمل لليوم، في أمان الله. والسلام.